أسأل حضرتك، هي أكتر الأمراض اللي بتبقى موجودة في الفترة السنية دي؟ لو قسمناهم هنقسمهم مجموعتين. المجموعة الأولانية الأمراض اللي هي تقريبا حصرية ما بتحصلش غير في كبار السن، زي مثلا الوهن، زي الخرف بأنواع مختلفة من ضمنها الألزهايمر. الاكتئاب برضو من الحاجات اللي شائعة جدا في الناس الكبار في السن. يعني السلس البول برضو من الحاجات اللي شائعة في كبار السن، فقدان رجال الشهية وسيدات. مثلا، ما بيحبوش ياكلوا أكلات معينة كتير، بيبتدوا يمنعوا. في بقى امراض شائعه بصفه عامه، زي مثلا الضغط والسكر وامراض القلب والكوليسترول، الجلطات في القلب، جلطات في المخ، كل دي حاجات من ضمنها برضو الامساك نتيجه لمشاكل الاكل اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها. كل دي حاجات بنسميها امراض شائعه في المسنين. والمجموعه الاولانيه اللي قلتها لحضرتك دي احنا بنسميها الجيرياتريك سيندرومز، او الامراض يعني بتاع امراض الشيخوخه ممكن نسميها كده. طيب التخصص بقى جديد في مصر زي ما حضرتك بتقولي من الثمانينات، في مستشفيات متخصصه فيه؟ يعني زي مستشفيات دلوقتي مثلا، في مستشفيات للعيون، في مستشفيات للاطفال متخصصه، او مراكز عظام مثلا، في مظبوط، مستشفيات مختصه بطب المسنين؟ هي واحدة بس، هي واحده بس في مصر مستشفى كلها؟ المسنين عين شمس بتاعت اكيد. جامعة عين شمس، وهي يمكن جامعة عين شمس حتى هذه اللحظة ممكن تكون هي الوحيدة، أو يمكن انضمت ليها جامعة الأزهر في حتة الدرجة الأكاديمية. يعني مفيش مستشفى متخصص بس للمسنين. يعني احنا الحمد لله عندنا في جامعة عين شمس في رعاية مركزة للمسنين، رعاية متوسطة للمسنين، يعني المستشفى كلها محدش مستشفى بيخشها. إقامة كمان. محدش بيبقى عيادات، طبعا فيها حوالي 5 عيادات يعني يوميا في المستشفى نفسها شغالين.